بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم إلى حلقة جديدة من حلقات سلسلة تعليم اللغة العربية أرجو أن تكونوا بصحة كاملة وعافية تامة بيندقان جرامي وعلى قمندان برنامي وموزش زبان عربي خوش با درس جديد سلسلة دروس إن امید از دارای صحت و عافیت کامل بوده با تکرار و تمرین درس گذشته آماده درس جدید باشید درس امروز ما در سلسله دروس در بخش محادثه یا گفتگو قرار دارد عندنا اليوم المحادثه محادثه عنوان الدرس هل انت حافظ هل انت حافظ آیا تو حافظ استی جید اولا نقرأ هذا الحوار وبعد ذلك نترجمه أول ترجمة الطالب الأول يقول هل أنت حافظ القرآن الطالب الثاني نعم الحمد لله أنا حافظ القرآن الطالب الأول أين حفظت القرآن الكريم الطالب الثاني حفظت القرآن الكريم في مدرسة الشهداء الطالب الأول متى أتممت حفظ القرآن الكريم؟ والثاني أتممت حفظ القرآن الكريم قبل عشر سنوات. الطالب الأول في كم سنة حفظت القرآن الكريم؟ والثاني يقول حفظت القرآن في سنة واحدة. والطالب الأول هل راجعت حفظك؟ الطالب الثاني يقول نعم راجعته مرات كثيره والطالب الاول يقول كم جزءا تراجع يوميا والثاني اراجع جزءا واحدا يوميا والطالب الاول انت محظوظ يا اخي رزقك الله العمل بالقران والطالب الثاني يقول امين شكرا جزيلا هذه المحادثة تدور بين تدور بين طالبين والطالب الأول يقول هل أنت حافظ القرآن آيات حافظ القرآن أستي والطالب الثاني يجيب نعم الحمد لله أنا حافظ القرآن بلى الحمد لله ما حافظ قرآن أستم ثم الطالب الأول يقول أين حفظت القرآن الكريم دارك جو حفظ كردي قرآن كريمة و الثاني یقول حفظت القرآن کریمه في مدرسه الشهداء حفظ کردیم قرآن کریم را در مکتب شهده یا در مدرسه شهدا مدرسه که نامش از است متى اتممت حفظ القرآن الكريم؟ شاگر دولی باز میپرسد چی وقت به اتمام رساندی حفظ قرآن کریم را؟ یا چی وقت تمام کردی حفظ قرآن کریم را؟ والطالب الثاني يقول: أتممت حفظ القرآن الكريم قبل عشر سنوات، شجرد دومي ميجا، ما بأتمم با رسان دوم حفظ القرآن الكريم راه <hesitation> قبل داسول يعني داسول قبل، قبل عشر سنوات داسول قبل، في كم سنة حفظت القرآن؟ بوز مي بورساكي دار مدة تشان سال حفظ كاردي قرآن را. في كم سنة حفظت القرآن در مدد چند سال حفظ کردی قرآن حفظت القرآن في سنة واحدة ما حفظ کردیم قرآن را در مدد یک سال در سال هل راجعت حفظك؟ آیا مراجع کردی حفظت؟ راجعت؟ يعني مراجع کردی حفظك؟ حفظت؟ نعم راجعته مرات كثيرة بله مراجعه کردیم بارهای زیاده یعنی بارها مراجعه کردیم تکرار کردیم کم جزءا تراجع یومیا کم جزءا چند جزء تراجع یومیا تکرار میکنی روزانه یومیا به معنی روزانه اراجع جزءا واحدا یومیا مراجعه میکنم یا تکرار میکنم یک جزء جزءا واحدا یک جزء یومیا روزانه انت محظوظ یا اخی تو خوش قسمت استی انت محظوظ تو نگبخت استی یا اخی ای برادر ای برادرم رزقک الله العمل بالقرآن الله توفیق عمل به قرآن نصیبت کنه امین امین شکرا جزیلا بسیار زیاد تشکر شکرا به تنهایی به معنای تشکر است جزیلا که همراش یک جا میشه به معنای بسیار زیاد جیت نحن درسنا سابقا قاعدة العدد والمعدود جيد، ما قاعدة عدد معدود قبل أن خاندي. دار إنجا حال مي قواعد عدد معدودة، برمدر وقفت وقفتو ما هم استفادة كاردا مثلا دينجا ومدا آه متى أتممت حفظ القرآن الكريم؟ أتممت حفظ القرآن الكريم قبل عشر سنوات، عشر سنوات. امی قایده را که خوانده بودیم که از سه تا ده از عدد سه تا ده معدودش جمع مجرور ذکر میشه جمع مجرور حالا در اینجا قسم شد را که ده عدد ده معدودش که سنوات است به شکل چی آمد؟ یعنی سنوات جمع سنت سنه مفردش است چی آوردش؟ سنوات جمعش آورد گفته بودیم که معدودش چی می باشد؟ جمع مجرور بنان در اینجا هم قسمی که می بینیم چی است سنوات جمع آورده شده و مجرور به این شکل که می بینیم که چی داره کسره میگیره آخر ازی به این اساسی چی است سنواتین که میبینید این چی است جمع مجرور عدد یعنی معدود عدد ده جمع مجرور ذکر شده حسنا و بعد فی کم سنت حفظت القرآن در جواب ازی میگه حفظت القرآن حفظ کردیم قرآن را فی سنت واحده و قلنا في قاعدة الواحد واثنان جيت في واحد واثنان قلنا أن معدود الواحد والاثنان يأتي مثلها يأتي مثلها ويذكر المعدود قبل العدد ودار قيدي كدو في تاب یک خوب قایده این است که از یک و دو معدودشان مثل خودشان میه یعنی اگر مذکر بود مذکر اگر معنیست بود معنیست یعنی دیگه به شکل هم اعرابشان یکی میباشه و هم از لحاظ تذکیر و تنیس یکی میباشن در این جامعه قسم فی سنتین و همچنان قایده دیگه این است که معدود قبل از عدد ذکر میشه مثل عشر ببینین عشر سنوات اول عدد ذکر شد بعدا معدود ذکر شد قایده اصلی امین است که اول باید عدد ذکر شد پشتش معدود لكن ده دا إنجا دريا كدو بوزي كابنست دريا كدو كاس أول معدود ذكر مشه بعد ش عدد هالفي سنة تين واحدة تين درياك صول دمدة ياك صول هالياك صول نقف كفي واحدة سنة ميجا في سنة واحدة سنة كم عدد السورة أول ذكر كده واحدة كعددس در بيه ذكر كده هل راجعت حفظك نعم راجعت مرات كثيرة مرات كثيرة يعني بارها یعنی بارها عددش از ذکر نکرده فقط اما طور مطلقا گفته که یعنی بارها چی کردیم؟ تکرار کردیم کم جزءا در اینجا باز مسئله عدد و معدود میه که کم جزءا تراجع یومیان چند جزء روزانه تکرار میکنی ها و یکی که یومیا به معنای روزانه مثلا اسبوعیا هفته هفته وار روزانه و همین قسم شهریان ماهانه هكذا عندنا و... اراجع جزءا واحدا جزءا واحدا دين جم قبل ملاحظة سي نقطة كي تياس أول معدودة ذكر كرده كي جزء أس بولدو بوز عدد شكي واحد أس وعدد شكي ذكر بولا و... كي داشتين سنة واحدة بس سنة چي مطابقش عدد شا مطابقش آورد سنة مع... معنى سسنة تاي تانيز أهم أمي قسم واحدة هم چي ام وانا سماد همي قسم در صورتي که مذکر باشه معدود از یک و دو گفتیم چی می باشه در تسگیرتنیس چون گفتیم یکی می باشه ده اینجا واحد واحده واحده تن. نا بل بلکه واحدا جزءا واحدا جزءا مذکر بس عددش هم یکی واحد و مذکر اراجع جزءا واحدا يوميا انت محظوظ يا اخي رزقك الله العمل بالقران وانتو اتش سي الله ترى توفيق عمل والقرآن نسيبك امين شكرا جزيلا هكذا كان المحادثه الان ناتي الى بعض التدريبات اولا املأ الفراغات بكلمه مناسبه تشيكون خانه مناسب اتلو القران الكريم ما تلواتلم تلواتمي اتلو يعني ما تلواتمي القرآن الكريم قرآن الكريم يوميا أو مسبوعيا أسبوعيا نختار واحدة يوميا صحيح حسنا يوميا والثاني اتلو سورة بعد فراغ صلاة بعد صلاة الفجر أي سورة بعد صلاة الفجر نعم الرحمن أم ياسين نختار سورة ياسين أتلو سورة ياسين بعد صلاة الفجر ما تلوات سورة ياسين بعد موز الصبح والثالث أتلو سورة الواقع عام الملك بعد صلاة المغرب نختار الواقعة بعد صلاة المغرب تلوات ميكونم سورة وقع بعد موز المغرب أتلو سورة الفتح يام الملك بعد صلاة العشاء إذن نختار الملك. هذه صورة مناسبة جيد. وأتلو سورة الملك ما تلوات ميكم سوري ملكا بعد صلاة العشاء بعد نمض خفتان. والثاني ضع سؤالا مناسبا لكل إجابة. سؤال مناسب را ان بيك زوريت جوابها. يعني بين جوابها سوال مناسب زايد. جواب ز... خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. بهترین مردم کسی است که قرآن را آموخته و به دیگران بیاموزاند من تعلم القرآن کسی که یاد بگیرد قرآن و علمه و او را بیاموزاند و پس آموزش بدهد قرآن اذن ما هو سوال لیاتی سوال هکذا ای الناس خیرون ایو ناس خیرون کدام مردم بهترین مردم هستند اذن أمي قسم سوال درست ما كي بقيم أي الناس خير أه وجواب شاس خير الناس من تعلم القرآن وعلمه والجواب الثاني أدرس العربية لأفهم معنى القرآن ما زبون عربي رمي خانم يوم عربي رمي خانم تا معنى القرآن بدانم إذن سوال بايد بچي باشا لأفهم در جواب كي آمده كي سوال بايد باشا لماذا برای تشيب ش خاط خاطر؟ جواب بخاطرك؟ حسناً، إذا نقول لماذا تدرس العربية؟ لماذا تدرس العربية؟ لماذا تدرس اللغة العربية؟ چرا رأي ميخانى را شو زبان ميخانى؟ هكذا نسأل ثم الجواب أدرس العربية لأفهم معنى القرآن ميخانى عربية طب تا نيج القرآن بفهمه؟ والجواب الثالث نعم. أود كثيرا أن أكون حافظا. نعم، إذا كان الجواب بنعم أو لا، فماذا ليكون السؤال؟ السؤال بهل؟ إذا نقول: هل، هل تود أن تكون؟ بدلا من أكون نقول: تكون، يعني نسأل عن مخاطب. نسأل عن حالة المخاطب، فنقول: هل تود أن تكون حافظا؟ آيا تو دوس داري كي باشي حافظ؟ يعني آيا خوش داري كي حافظ باشي؟ جواب نعم أود كثيرا أن أكون حافظا بالي بسيار دوس دارم كي حافظ باشم كم جزءا تتلو في اليوم؟ يعني کم جز انتتلو فی اليوم چند جز میخوانی در یک روز باید سواله یعنی سواله ازی جواب چارم که اتلو جز ان واحدا فی اليوم هست سوالش باید همه باشه کم جز انتتلو فی چند جز م... تلاوت میکنی در یک روز چرا که اینجا چی است؟ م... جواب است اتلو جز ان یعنی عدد جز را بیان کردنه که يعني يك جزء مي خانم. بس سؤالم باید چی باشه از عدد باشه ما خوانده بديم كي سؤال یعنی يعني از عدد كي بخيم سؤال كنيم. از كمية توسطة چی سؤال مي كنيم كم. بس میکنیم مي كنيم كم في اليوم. چند جز مي خانى اتلو جز ان واحدا في اليوم. حسنا والتدريب الثالث تبادل الأسئلة التالية مع زميلك. اه این سوال های زیر را با همسنفیتان چی کنید؟ تبادله کنید یعنی سوال کنید و پس جواب بگیرید کم صورتا حفظت کم صورتا حفظت چند صوره حفظ کردی؟ و هذه اسئلة یعنی اسئلة شخصية فكيف نسأله؟ سوالات است که یعنی از هر شخص سوالات شخصی از هر کس جوابش فرق میکنه متنين شموع مطابقة حال خوت مطابق شان خوت جاوبتين مثلا السؤال الأول كم سورة حفظت؟ ربما سورتين أو نعم ربما ثلاث سور هكذا إذا ماذا نقول مثلا نقول حفظت ثلاث سور جيد أو حفظت أربع سور أو هكذا أو حفظت سورتين فقط خب متى تتلو القرآن الكريم شو وقت تلاوت الكريم لا متى تتلو القرآن الكريم جوابش مثلا بعد صلاة الفجر مثلا بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العصر هكذا تختلف عند الناس العادة جيد أتلو, القرآن الكريم بعد صلاة الفجر مثلا هل درست التجويد؟ آيا تجويد خاندي؟ أيضا جواب هل؟ يا نعم يا لا ما درست التجويد أو نعم درست التجويد درست التجويد سوال ساكنين بر مخاطب درست از مخاطب سوال میکنیم درست. درسته بس متكلم كي پس جواب متى تيجي؟ نعم درستو درستو التجويدا. من علمك القرآن؟ من علمك القرآن؟ كي بتو أمخطى قرآن را؟ كي ياد دادا بتو؟ كي أموزج دادا بتو قرآن؟ جواب علمني مثلاً علمني الأستاذ مرأ أستاذ أموزج دادا يو ياد ويا ميجيم علمني أبي مرأ قدرن مياد أه حسنا والخامس كم حافظا في اسرتك كم حافظا چند حافظ في اسرتك در فاميلتو در فاميلت چند حافظ في اسرتي مثلا حافظ حافظ واحد جيد مثلا ده فاميلي ما یک او نقول في أسرتي حافظان او ثلاثه حفاظاً مثلاً نقول يوم مثلاً سي خلاص هكذا وقايدة عدد مدودة خانديم برموح آسان است بيتانيم چی بوغي حافظان بوغي اگر دو نفر است اگر سه نفر است ثلاثة حفاظاً، تا داره مشاكل بشكل ذكر مجرور حفاظ ام مثلاً اربعة حفاظاً، خمسة حفاظاً. أو مثلا نقول خمسة ستة حفاظ سبعة حفاظ أو ثمانية حفاظ إلى الأخير ما فائدة حفظ القرآن الكريم ما بمعنى تشيز ما فائدة حفظ القرآن حفظ القرآن الكريم تشيز فائدة حفظ القرآن الكريم يعني هناك فوائد كثيرة لحفظ القرآن الكريم فقط نذكر يعني مثالا على سبيل المثال نقول حفظ القرآن الكريم مثلا ينور القلب أو مثلا نقول للحافظ لحافظ القرآن لحافظ القرآن درجات عالية عند الله سبحانه وتعالى جيد يعني مثلا ميجيم كي حفظ القرآن الكريم قلب إنسان منور مثلا يا مثلا نقول حافظ القرآن در الله درجات بسيار بلان وبهمي شكل يعني فوائد اكثر داره زياد داره فقط چند طور مثال ذكر الكريم هسه والس والسابع هل حفظ القران الكريم سهل اياه حفظ القران الكريم وصن سهل بمعنى اسان وصعب صعب بصوت صاد عين با صعب بمعنى مشكل ضدها صعب هل حفظ القران الكريم سهل سوا لك أيها حفظ القرآن الكريم آسانس. اه. اگر اه. جواب ما لا بشرتي اه. لا حفظ القرآن الكريم صعب أو نقول جواب حقيقيش نعم بتوفيق الله سبحانه وتعالى سهل بلى بتوفيق الله مطال آسانس اه. حفظش. هل تود أن تكون حافظا هل تود تو خوش داري ان تكون حافظا كحافظ بوشي يعني حافظ شوي نعم بالتاكيد جاوب مثلا تو يعني خوش بلي يعني حقا كما خوش دارم تي ميم نعم بالتاكيد والتاسع هل تفهم معنى القران الكريم ايوم مي فهمي معنى القران الكريم هل تفهم تفهم يعني تو مي فهمي نعم افهمه نعم الحمد لله أفهم معنى القرآن الكريم أجاب جواب أنا عم أجاب والله بشر ميجن يعني جواب من في بشر لا أه مع الأسف لا أفهم معنى القرآن الكريم لكنني أمل ذلك أه نا خير أنا يعني مع الاسف بمعنى أنا لا افهم معنى القران الكريم نمي فهم معنى القران الكريم لكنني امل ذلك لكن ما يرى ارزو دارم يعني فهم ما نشا باید لكن جواب مثبت نعم الحمد لله افهم هل في قريتك دار التحفيظ أو در قريتان دار الحفاظ يعني جاي مدرسه حفظ قران نعم في مد... في قريتي هناك يعني هنا في السؤال هكذا نسال من المخاطب هل في قريتك او دار قريتو دار الحفاظه يا دار التحفيزه جوابش نعم في قريتي جيد في قريتي يعني دار قريه من اناله فعل شي مشا يعني عفوا اه اه اسم اضافتش به طرف مشا قريه اضافتش بطرفه اه طرف يا اه متكلم يعني ضمير يا متكلم مشا ضمير متصل اه يقال يعني اذا جاءت الضمائر المتصله اه المنسوبه متصله باسم فيقال ضمائر مجروره فيعني ياتي مضافا اليه فنقول قريتي قرية المضافية ضمير متكلم مضاف إليه آه ف يعني الآن قرية قريتك قريت قريتي قرية مان قريت إذن إذا نقول هل في قريتك جواب الشيس نعم في قريتي دار التحفيز حسنا هذا كان الدرس اليوم فنكتفي بهذا القدر يعني انتهى قسم المحادثة این درس امروز ما بود یعنی محادثه بخش محادثه در همینجا به پایان میرسه و تا برنامه بعدی شما را به الله متعال مسبارم فی امان الله مع السلامه